مرحبا طلاب، إن شاء الله تكونوا بخير. وهاي المحاضرة راح ناخذ الفيس، وهاي راح تكون المحاضرة الرابعة من منهاج الهيد نيك أناتومي والمرحلة الثانية. هاي واحدة من المحاضرات الطويلة والصعبة تعتبر ضمن المنهاج، بس إن شاء الله راح نحاول نبسطها. راح ناخذ بها بالبداية السكن، الجلد، بعدين muscles of facial expression، trigeminal nerve، وبالأخير facial artery والfacial nerve. ذني شوي راح تتكرر علينا هواية مصطلحات، شوي راح نخربط ما بين الترايجيمينال والفيشل نيرفز، الفيشل نيرف والفيشل ارتري، بس ركزوا وياي ان شاء الله وتكون اسهل. بداية لازم نعرف الحدود مع الفيس قبل ان نبدي نشرح عنه. ورجعنا هذا صديقنا نفسه اللي اخذناه بالسكالب. الفيس يبدي من الهير لاين، الخط مع الشعر، الى حد التشن، هاي من فوق اللي جوا. زين، يمنى يسرى وين؟ من الإذان للإذان الأخرى. فهي هاي يعني منطقة اللي نشوفها إذا واحد واقف قدامنا، هي هاي الفيس، الوجه معروفة. السكالب إذا تذكرون شرحناها بالمحاضرة الأولى، قلنا إنه راح ناخذها من تبدي من الحواجب إلى حد السوبيرير نوكل لاين اللي موجود دي ورا، بس هاي مو موضوع محاضرتنا اليوم. فالفيس extends superiorly to the hairline، من فوق أكل hairline، inferiorly chin، الحنج، and the base of the mandible، اللي هو هذا، and on each side to the auricle. الأوركل مثل ما اتفقنا يعني الإذان. بس راح نبدأ بأول موضوع اللي هو السكين، الجلد مع الوجه. The skin of the face possesses numerous sweat and sebaceous glands. مثل ما نعرف عرق، هواية أكو غدد عرقية بالوجه على مود أنها تبرد الوجه، وأكو غدد دهنية مثل ما نشوف هاي الصورة شلون دهني بين هيك يلمع. هذا إيش بنات يخلون سوالف مال ميك اب. It is connected to the underlying bones by loose connective tissue in which are embedded the muscles of facial expression. يعني الجلد راح يكون متصل، يعني ما راح يكون هو طايف فيك هنا، هيكون متصل بالعظام اللي جواه عن طريق loose connective tissue، وبهذا loose connective tissue راح نلقي الفيشل المسلز موجودة. No deep fascia is present in the face. وهذا بوقتها لما أنا كنت مرحلة ثانية، هذا همين إجانا MCQ، بس إجانا بطريقة indirect. إنه لازم نعرف الفيس كله ما موجود بيه شيء اسمه deep fascia. deep fascia شرح لكم إياها مفروض دكتور علي محمد، بس يعني على مود انه نذكركم بيها، قلنا انه مثلا المسلز الكبار مع الجسم، يعني مثلا البايسبس مع الايد، تكون بيها ديب فيشيا تحوط المسل كلها، شون مثل الكولون. بينما الفيس ما بي ديب فيشيا، فيس كله عبارة عن سوبرفيشل فيشيا. فهاي تقدرون انه يعني لازم تحفظوها، هذا ليش حطيت لكم اياها بالاحمر. رينكل لاينز، اللي هي هاي اللي تشوفوها هنا مع ليوناردو دي كابريو، هاي التجاعيد نسميها wrinkle lines of the face result from the repeated folding of the skin perpendicular to the long axis of the underlying contracting muscle. هاي تكون تركزوا لي بيها شوية. احنا قلنا بمحاضرة السكالب انه هنا عضلة موجودة هي الفرونتاليس. فرونتاليس لما تتقلص راح تجر الحواجب لي فوق، فراح تصير هاي التجاعيد الموجودة هنا. فإذا نشوف الحركة مع المصل هي إيش تسوي؟ تجر الحواجب لفوق، يعني الحركة مالتها إلى الأعلى، بس التجاعيد اللي صارت عندنا ما صارت للأعلى، ما صارت خطوط عدلة، صارت بالعكس خطوط من يمنى ليسرى. فهذا ليش قلنا إنه تكون perpendicular للlong axis مع underlying contracting muscle، يعني راح تكون مو موازية لها، عمودية عليها. زين، هذا السبب الأول هو بسبب repeated folding of the skin coupled with loss of youthful skin elasticity. إنه الشخص لما يكبر راح يفقد هاي الإلاستيسيتي اللي موجودة بالسكن، فهذا ليش يكون الجلد مالته مهيأ أكثر إنه يصير هاي التجاعيد عنده. هاي معلومة بشنو تفيدنا؟ إنه surgical scars of the face are less conspicuous if they follow the wrinkle lines. يعني إذا أنا راح أسوي surgery لهذا البيشنت وأريد أنه أوصل في منطقة هنا بالقصة مالته،
ما راح أجي أقص الجلد هيك عدل من فوق لي جوا، لأن السكار اللي راح يصير، الندبة راح تصير هنا بالأخير راح تكون مبينة كلش، راح أجي أمشي ويا هاي الخطوط مع التجاعيد، يعني راح أقصها هيك من اليمنى لليسرى وأخر الجلد وأوصل للعظم اللي أنا داريد أوصل له. فأنا دائما لما نسوي سيرجري لازم أمشي ويا الخطوط مع التجاعيد هاي ويا الرينكل لاينز. زين، هسه العضلات اللي موجودة بالوجه، أي أكثر شيء خربط الطلاب هي العضلات اللي موجودة لأنه بيها أسماء هواية، بس هي كلها سهلة إن شاء الله. Muscles of the face, muscles of facial expression، نفس الشيء أقدر أسميها عضلات الوجه أو عضلات تعابير الوجه، لأن هي هذني عضلات هي راح تسوي لي التعابير مع الوجه. The muscles of the face are embedded in superficial fascia، يعني facial سطحية، لأنه مثل ما اتفقنا خلنا نرجع للسلايد قبله، ماكو أساساً deep fascia، ماكو fascia داخلية، فكلها راح تكون بالsuperficial fascia. And most arise from bones of the skull and are inserted into the skin. يعني origin مال هاي العضلات راح تكون بالأغلبها طبعاً مو كلها تكون جاية من العظام وتكون داخلة بالسكن. فهذا ليش لما تتقلص راح تجر الجلد، راح تجر السكن باتجاه العضلة. هسه راح نشوف شلون. The orifices of the face، يعني الفتحات اللي موجودة بالوجه اللي هي دني ثلاثة، الأوربت والنوز والماوث. أوربت فتحة العين، محجر العين. نوز فتحات دني النوسترولز، أخذناها بمحاضرة النيزل كافيتي. والماوث are guarded by the eyelids, nostrils and lips respectively. لما نشوف كلمة respectively، يعني الأول واحدة كانت هنا تحميها، أول شغلة مذكورة هنا، فالأوربت تحميها الأيليدز، النوز تحمي النوسترولز فتحات الأنف، واللبس سوري الماوث تحمي اللبس يعني الشفايف. فليش موجودة هاي العضلات؟ ليش هاي العضلات دا تحيط بهاي الفتحات مع الوجه؟ It is the function of the facial muscles to serve as sphincters or dilators of these structures. Sphincters يعني إنه تسدها. Dilators بالعكس يعني تفتحها. Of these structures. A secondary فسعرفنا أول شيء وظيفة عضلات إنه مثلاً أنا إذا أريد أفتح عيني أو أسد عيني، إذا أريد إنه أفتح عيني راح أستعمل sphincter muscles، إذا أريد أسدها راح أستعمل constrictor muscles. نفس الشيء بالنسبة للnostrils والmouth، بس النostrils أقل طبعاً. A secondary function مال muscles of facial expression is to modify the expression of the face. فهي بالبداية الfunction الرئيسية مال هاي العضلات هي إنه تحمي الفتحات مال الوجه وتفتحها وتسدها. الفانكشن الثانوية هي تطلع لي تعابير مال الوجه. All of the muscles of the face are developed from the second pharyngeal arch and are supplied by the facial nerve. هاي حفظوها مال second pharyngeal arch تيجي MCQ، كلها جايتنا من second pharyngeal arch، هاي المفروض انتم ماخذيها بالإمبريولوجي. المهم هنا عندنا انه كل هاي العضلات اللي تشوفوها هنا بالصورة اللي يعطيها motor supply، يعني اللي دي يقول لها شو وقت تتقلص وشو وقت ترتاح، هو الفيشل نيرف. هاي راح نشرح هنا بعدين الفيشل نيرف، وراح نقول كل عضلة يا برانش من الفيشل نيرف يغذيها وهاي الأمور كلها، بس لازم من هسه تحفظون انه هو الفيشل نيرف هو اللي راح يغذي كل هاي العضلات اللي دي نشوفها هنا. فراح نبدأ بالبداية بالmuscles of the eyelids، يعني مع الأجفان. The sphincter muscle of the eyelid is the orbicularis oris. Sphincter مثل ما اتفقنا يعني القابضة، يعني راح تسد الفتحة. فالorbicularis oris هي هاي العضلة الكبيرة اللي تشوفوها الدائرية اللي داير مداير العين، هاي إذا تقلصت راح تسد العين. And the dilator muscles are the levator, palpebra, superioris, occipito frontalis. الليفيتر بالبيبرا سوبريوريس هم سهلة، لأنه من اسمها لازم نجي نقسم الاسم على العضلة. ليفيتر يعني فتشي يصعد لي فوق، بالبيبري أو بالبيبرا هنا أنا هاي جمع فتصير بالبيبري تلفظ. ليفيتر قلنا يعني تصعد، بالبيبري يعني جفن، سوبريوريس يعني الأعلى.
فهاي العضلة هي نفس ال... يعني أنا دا أقول اسمها بس هو بنفس الوقت أنا دا أوصف هي شنو دا تسوي. levator palpebrae superioris يعني العضلة اللي راح تصعد الجفن الأعلى إلى الأعلى. فيعني هي شنو تسوي لي؟ دا تفتح لي العين. and the occipital frontalis, occipital frontalis اللي هي هاي الكبيرة اللي هنا اللي أخذناها اللي قلنا راح تصعد حواجب لي فوق, هاي همين نفس ال... نفس الشيء راح تسوي, راح تشتغل كdilator للفتحة مال العين. بالنسبة للنوسترلز مال خشم, السفنكتر اللي تسده نسميه كومبريسر نارس, والدايليتر اللي تفتح الخشم نسميه دايليتر نارس. بس طبعا هاي راح تكون to a lesser degree, مو مثل بالعين وبالحلق احنا نحس بيها ونشوفها زين. بالنسبة للخشم لا, مو كلش يعني العملية هاي مال انه تسده وتفتحها موجودة. أكو ناس يقدرون إنه يسوون هاي الشغلة, أكو ناس لا ما يقدرون. ثاني بالنسبة لي ما أقدر أسويها. بس همين هاي ما يحتاج, خاصة الكليات اللي نظام أسئلتها MCQ ما تحتاج إنه تحفظون العضلة هاي بالضبط شنو, لأنه هي من اسمها compressor يعني تضغط يعني دا تسد, dilator يعني دا تفتح. بس نجي إحنا كطب أسنان, هاي أكثر شيء راح أركز عليه. Muscles of the lips and cheeks, الشفايف والخدود. The sphincter muscle is the orbicularis oris, تشبه اسم orbicularis oculi. لا تخربطون بيناتنا لأنه هواية طلاب يخربطون. Orbicularis يعني العضلة الدائرية, فorbicularis oculi, oculi يعني مال عين, orbicularis oris يعني من oral, كأنه من oral cavity. فأوربيكيلاريس أوريس يعني مال حلق اللي هي هاي العضلة الدائرية. هسه راح ناخذها بالستايد الجاي. هاي ايش راح تسوي اذا تقلص؟ راح تسد الحلق. The dilator muscles consist of a series of small muscles that radiate out from the lips. يعني هنا ما عندنا عضلة او عضلتين راح تفتح الحلق, عندنا يمكن اكثر من 10 عضلات اللي راح تفتح الحلق او تفتح الشفايف, بينما اللي تسده هي بس عندنا واحدة اللي هي orbicularis oris. هاي الorbicularis oris تشوفوها هنا العضلة الدائرية, فس راح نسولف شوية عنها لأن هاي تهمنا إحنا كمجالنا بطب الأسنان. كأوريجين وإنسرشن, the fibers encircle the oral orifice within the substance of the lips. يعني هي راح تحيط بالفتحة مع الحلق, وين راح يكون موقعها؟ بداخل الليبس, بداخل الأبر ليب شفة العليا واللور ليب شفة السفلى. تشوفون شون هي دا تحيطها بالأبر ليب وباللور ليب. Some of the fibers, fibers هنا يعني ألياف من العضلات, arise near the midline from the maxilla above and the mandible below. يعني بعض الفايبرز مع العضلات راح تطلع من الوسط, بالنسبة للماكزيلا راح تطلع من الوسط مال فوق مال الشفة العليا وتروح تدور توصل لهنا. نفس الشيء من الجهة الأخرى. وبالنسبة للماندبل همين تطلع من الوسط وتلوف الدور للجهة الأخرى. هاي بعض ايش دي يقول هنا some of the fibers. زين باقي الفايبرز شنو؟ other fibers arise from the deep surface of the skin and pass obliquely to the mucous membrane lining the inner surface of the lips. يعني أكو عندنا fibers لخة تطلع من الجلد والطب لي جوا تروح للميوكس ممبرين. يعني تطلع من الجلد هاي مالتنا إلى حد هاي البطانة الداخلية مال الشفة, هذا الميوكس ممبرين هذا وردي. إذا نرفع الشفة مالتنا وراح نشوفه. many of the fibers يعني من الخارج للداخل, خلينا نقول many of the fibers are derived from the buccinator muscle. وراح ناخذ البوكسينيتر مسل عندنا بيها سلايد, راح نشوف شلون اكو فايبرز تجي من هنا من الخد وراح تدخل بحيث انه تندمج ويا الفايبرز مال اوربيكيلاريس اوريس, تصعد لي فوق وتنزل لي جوا وياه. هاي العضله اللي صايره هيك هاي بوكسينيتر. نيرف سبلاي مثل ما اتفقنا هو الفيشل نيرف راح يغذيها, بس يا برانش من الفيشل نيرف البكل والماندبلر برانشز. هاي ماكو داعي هسه تحفظوها لان راح ناخذها بالسلايد داخل الفيشل نيرف مثل ما قلت لكم بداية المحاضرة. الاكشن مالتها ايش راح تسوي؟ راح تسوي مثل هذا كأنه واحد دي بوس انه راح يسوي شفايفه هيجي,
راح تجمع الشفايف بحيث انه تطبقها وحدة على اللخة تسد الحلق، لانه مثل ما قلنا انه هاي تعتبر ككمبرسر، فكمبرسز ذا ليبس توجذر، راح نجر الشفة جو الفوق لي جوا والجوا لي فوق، تسدهن وحدة على اللخة. زين ديتا كانت شنو الكمبرسر ماسل مال اوروكاب مال ليبس. زين هسه بالنسبه للدايليتر ماسل قلنا ما عندنا ماسل وحده، عندنا كل شفايه. The dilator muscles radiate out from the lips and their action is to separate the lips. هي راح تطلع تشوفون دني هاي واحدة اثنين ثلاثة أربعة دني كلهم دني راح تطلع من اللب وتشلب فد عظم موجود سواء لي فوق أو لي جوا، بحيث انه خلنا ناخذ مثلا هاي العضلة اللي هنا اللي هي zygomaticus major، هاي طالعة من هنا من اللب مشلبة ورايحة مشلبة بالبون هذا بزيغوماتيك أرش. إذا تقلصت هاي العضلة إيش راح تسوي؟ هاي اللي دا أشر عليه بالبوينتر، راح تجر اللب بهذا الاتجاه، راح تجره هيج تفتح هاي اللب بهاي الصفحة تجرها من هنا. This movement is usually accompanied by separation of the jaws. يعني عادة دي يقول usually لما تتقلص ذني عضلات وتفصل الشفايف مالتك الفوق عن الجوة، عادة حتى الجوز الباندبل راح تشوفه ده ينزل همين اللي جوه، ده ينفصل فك الأعلى عن فك الأسفل. يعني قليل إنه نشوف واحد يفصل شفايفة بس يظل هو طابق اسمونه، بحيث إنه بس الشفايف هي المفصولة. The muscles arise from the bones and fascia. طبعا هنا اتفقنا لما نقول fascia أنا أقصد بها superficial fascia، لأن ما عندي deep fascia بالفيس. Around the oral aperture and converge to be inserted into the substance of the lips. يعني origin مال هاي العضلات كلها هي من bones أو fascia، وراح تجي هنا تشكل باللبس، بحيث انه لما تتقلص راح تجر اللب بالاتجاه مال شيث اللي هي يعني متصلة بي. The muscles are named as followed. Are named as follows. هواي أكو عضلات، هواي أكو أسماء، وهواي طلاب يخافون منها إنه شنو superior labi superioris، sorry levator labi superioris، alakinasi ما أدري شنو. بس هي كلش سهلة لأنه إحنا إذا نقرأ كMCQ ما كدا أحفظها، كل واحدة هي أساساً بتوصف هي إيش تسوي أغلبهن. يعني نأخذ بالبداية nerve supply مالتها قبل أن نقرأها. كلهن مثل ما اتفقنا facial nerve، ونفس البرانشز اللي كانت تغذي أوربيكولاريس أوريس بالسلايد السابق هم تغذيهن ذني كلهن، اللي هي البكل والماندبلر برانشز. الأسماء ما ذني عضلات أسا خلي يلا نقراها من أول واحدة. ليفيتر يعني تصعد، لابي يعني شفة، سوبريوريس يعني العليا. فلابي سوبريوريس هاي هنا يعني الشفة العليا. زين هي عضلة ايش تسوي؟ تصعدها لي فوق. فليفيتر لابي سوبيريوريس، لكن ناسي هاي عفوها يعني انها متصلة بالنوز هنا اللي هاي هي بالوسط اللي وراها نفس اسمها بس نعوف هاي مالها لكن ناسي. فليفيتر لابي سوبيريوريس. بعدين عندنا اثنين اللي هما زيغوماتيكس ماينر وزيغوماتيكس ميجر اللي هما هنا تشوفوهم بالصورة. هاي الزيغوماتيكس ماينر اللي هي بالبداية، وهاي الزيغوماتيكس ميجر، اثنيناتهم رايحات على هذا العظم زيغوماتيك ارش اللي هو العظم مال الخد، فمتصله بالشفه العليا اثنيناتهم رايحات لهذا العظم، فاذا تقلصوا راح تروح الشفه العليا صفح. بعدين عندنا ليفيتر انجلي اورس، هاي هم ليفيتر يعني تصعد فتشيلي فوق، بس هنا مو مثل هاي ليفيتر لابي سوبيريوريس. ليفيتر لابي سوبيريوريس يعني تصعد الشفه العليا كلها لي فوق، هاي لا هاي ليفيتر انجلي اورس يعني دا تصعد الانجل مال حلق، يعني بس الزاويه مال حلق دا تصعدها، وهاي راح تكون ديب زيغوماتيك ماسلز، يعني هاي راح تكون جوا ذني همين تتصل بالانجل مثل ذني اثنين، بس راح تكون الى الداخل بالنسبه لهم ديبر. ذني كلها كانت تتصل بالشفه العليا، ليفيتر لابي سوبيريوريس الاكيناسي،
لبيتر لابي سوبريوريس وزايجوماتيكس ميجر وماينر ذن الاثنين وما الانجل. بالنسبة للشفة عندنا واحدة قبل الشفة السفلى اللي هي الريزوريوس اللي هي تتصل بالانجل بالضبط وراح تجر الانجل صفح. فشايفين هاي التعبير مال انه لما واحد هيك بس يفصل شفايفه ما يفتح الشفة العليا والسفلى يظلون مكانها، بس هاي الابتسامة هيك خفيفة مال واحد يجامل واحد هيك بس انه تنجر الشفايف يمنى ويسرى، هي هاي تشتغل عضلة الريزوريوس اللي هي متصلة هنا بالزاوية بالضبط. بالنسبة للشفة السفلى عندنا ديبرسر انجلي اورس، يعني ديبرسر مثل ما اتفقنا عندها تنزل لي جوا، انجلي اورس يعني الزاوية مال حلق، فالزاوية مال حلق عندنا ليفيتر انجلي اورس صعدها لي فوق، ديبرسر انجلي اورس نزلها لي جوا، ديبرسر لابي انفيريوريس يعني دا تنزل الشفة السفلى لي جوا، والمنتالس اللي هي نفس الشيء همين تنزلها وتسوي فليبينج. هاي كلها انتم ما مطالبين بيها ولا مطالبين بالاكشن مال كل عضله شنو تسوي، وما بس كاتب لكم اسماء واطلع قبل، بس انا حبيت انه بس افهمكم هاي الاسماء شنو، لان هاي الاسماء هي اساسا من اسمها هي دا توصف الفانكشن مال مسل، فهي واضحه كلش الاسماء مالتها. فعندنا مثلا قبل لا نروح للموضوع اللي ورا، ديبرسر لابي سوبيريوريس يعني دا تنزل، سوري ديبرسر لابي انفيريوريس، لابي انفيريوريس يعني الشفة السفلى، ديبرسر يعني دا تنزلها لي جوا. فهاي العضلة كلش معروف بس اقرأ اسمها اعرف هي شنو تسوي. الليفيتر لابي سوبيريوريس يعني دا تصعد الشفة العليا لي فوق، فمين واضحة. هاي صورة اخذتها من محاضرة الدكتور علي، شفتها كلش لطيفة. هاي تراويني كل عضلة شنو تسوي وين راح تجر الشفة. فمثلا هاي الليفيتر لابي سوبيريوريس تجر الشفة العليا لي فوق، عكسها بالضبط ديبرسر لابي انفيريوريس تجر الشفة السفلى لي جوا، ريزوريوس اللي تجر صفح، ليفيتر انجلي اورس، ديبرسر انجلي اورس. وهاي هسه باكسينيتر مسل اللي هي عضلة الخد، يعني تقدرون انه حس اذا لسانكم تودوه يمنى ويسرى بحيث انه شو يعني يطخ البطانة الداخلية مال الحلق يدفعها لي برا، هو ده يدفع الباكسينيتر مصل اللي هاي موجودة هنا. هسه لما نقرأ عليها، طبعا قبل لا نقرأ اكو فيكة كلش مهمة او فيكتين خلينا نقول بهاي مصل. الاولى هاي تشوفون هاي مثل الصاندة هنا صغيرونة، هاي الباروتيد داكت، باروتيد جلاند اللي هي غدة اللعابية اللي موجودة هنا مكانها، راح تصب اللعاب مالتها عن طريق هاي القناة إلى داخل أوروكافيتي، فراح تطلع هاي الصندة مالتها اللي هي باروتيد داكت، راح تطب هنا بالمصل تثقبها وتدخل لي جوا على مود إنه تطب بالأوروكافيتي. فاي فيك راح تشوفون وين ما موجودة الباكسينيتر مصل، راح يقول لنا إنه يا بتر هاي مصل مزروفة، الباروتيد داكت هي زارفتها وطالعة بالجهة الأخرى، يعني طابة من الخارج دخلت لي جوا داخل الأوروكافيتي. هاي الفيكة الأولى. الفيكة الثانية احنا قبل شوية شنو قلنا؟ قلنا انه الفايبرز مال هاي العضلة هاي الدائرية مفروض هسه انتو تتذكرون شنو اسمها، الأوربيكولاريس أورس. هاي قلنا اكو بعض الفايبرز طالعة من الميدلاين بادية، وبعض الفايبرز اساسا جايتنا من الباكسينيتر مسل. فتشوفون شلون اكو هنا هاي الالياف العضليه جايه هيك مال باكسينيتر مسل، وبالاخير طابه ملتحمه ويا الفايبرز مال اوربيكولاريس اورس اللي دا تسد الحلق. هسه خلينا نجي نقراها. Origin هي مين بادية، from the outer surface of the alveolar margins of the maxilla and mandible opposite the molar teeth and from the pterygomandibular ligament. يعني هي بادية منا أنا من الاليفيولر مارجنز، من فوق يعني من الحواف العظمية مال الأسنان الفوق والأسنان الجوة مال ماكزيلا ومال ماندبو. أسنان أوف ما ترقو ماندبولر ليجمنت راح نأخذها بالمحاضرة مع أوروكابتي. الانسيرشن مالتها من جاي، يعني هي سعرفنا هي من فوق ومن جوة، من الاليفيولر مارجن مال ماكزيلا ومال ماندبو. Insertion the muscle fibers pass forward forming the muscle layer of the cheek. تشوفون اتجاه مال العضلات
ده تطلع لي قدام، من الخلف لي قدام، وهي راح تسوي لي هاي الطبقة العضلية اللي موجودة بالتشيك، بحيث انه نقدر احنا شوي نقلص التشيك مالتنا. هذا اللي يتقلص هو الباكسينيتر muscle. The muscle is pierced by the parotid duct. Pierced يعني مزروفة او مثقوبة. فهي مثل ما قلت لكم وين ما نشوف الباكسينيتر muscle راح يقول لنا يا بتر هاي pierced مثقوبة، اكو فد duct اللي هي parotid duct اللي توصل اللعاب جاية من الخارج وداخله هنا أنا. At the angle of the mouth هاي الفيكة الأولى اللي قلت لكم عليها. At the angle of the mouth يعني هنا أنا صايرة وين ما عنده أشر بالpointer هاي هنا زاوية الحلق. جدي يصير عندنا The central fibers decussate. Those يعني راح تتعاكس أو راح تنفصل. Those from below entering the upper lip. يعني تشوفون هنا شلون هي صاير هذا الانعكاس مالتها جاية هاي من جوا بعدين صعدت لي فوق. ف those from below entering the upper lip اللي كانت جوا راح تصعد بالشفة العليا. And those from above من فوق راح تنزل لي جوا تروح للأور لب. تشوفون شلون نوت تعاكست هاي عمليا نسميها decussate يعني تعاكست اللي كانت جوا صعدت للشفة العليا اللي كانت فوق نزلت للشفة السفلى بس مو كل هيك يصير بيها. The highest and lowest fibers continue into the upper and lower lip respectively. يعني اللي كانت لي فوق كلش الفايبرز اعلى شيء كملت مسارها لي قدام ودخلت بالأبر لب. اللي كانت كلش لي جوا كملت مسارها ودخلت باللور لب. Without intersecting يعني بدون ما يصير تقاطع بيناتهم. The buccinator muscle thus blends and forms part of the orbicularis oris muscle. يعني ده يقول انه buccinator muscle راح تندمج او تنلحم ويا الاوربيكولاريس اوريس راح تكون جزء من عندها. اكيد ما يحتاج انه نقول nerve supply هو الفيشل نيرف يا برانش من عنده البكل برانش. يعني مو الماندبلر لانه سوري هناك شنو قلنا؟ قلنا two branches اللي هي البكل والماندبلر. هنا أنا بس البكل برانش راح يغذيها. Compresses the cheeks and lips against the teeth. هاي إذا تقلصت شو راح تسوي؟ راح تضغط الخد راح تخلي الخد يضغط على الأسنان. هاي وظيفتها الرئيسية لما ناكل إحنا مرات يطلع الأكل يروح للفستيبيو يعني يروح يمنى ويسرى باتجاه الخد يعني ينحصر ما بين الأسنان وما بين البطانة الداخلية مال الخد. فهاي المصل لما تتقلص هنا راح تسوي انه راح ترجع الأكل اللي جوا الأورو كابتي فراح تضغط على الأسنان. أسنان هنطب بموضوع جديد اللي هو الترايجيمينال نيرف. احنا شنو قلنا قبل شوية؟ قلنا انه كل هاي العضلات اللي موجودة كانت بالفيس اللي يغذيها هو الفيشل نيرف. يعني هو دي يعطيها موتور سبلاي دي يقول لها شو وقت تتقلص وشو وقت ما تتقلص. بالنسبة للسنسيشن إحساس مالتنا اللي موجود بالوجه يعني لما أنا مشي أصابع على وجهي ودا أحس شنو هاي الأعصاب اللي دا تطي الإحساس مو الفيشل نيرف. اللي دا يطي الإحساس هو الترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف من اسمه تراي يعني ثلاثي اللي هو العصب الخامس. هذا عصب كلش 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 مهم إيش قد ما تدرون نضبطه لازم نضبطه وراح يتكرر وياكم مرحلة ثالثة ورابعة وخامسة وبعد التخرج. فهسه احنا راح ناخذ جزء من عنده اللي هو راح يعطي سنسوري انرفيشن للفيس بس مثل ما نعرف ترايجيمينال نيرف او العصب الثلاثي بثلاث برانشات اللي هي الاوفثالميك اللي هنا ملون بالاخضر، الماكسيلاري اللي ملون هنا بالبرتقالي، والماندبلر اللي بالازرق. هنا الاوفثالميك اللي هو يم العين صاعد لي فوق، ماكسيلاري نص الوجه، والماندبلر اسفل الوجه وبالتمبرال ريجن. لازم نميز انه هم كل واحد رايح بديفرنت لوكيشن. الاوفثالميك طالع لي قدام رايح لي فوق ورايح يغذي السكالب همين، ماكسيلاري هيك طالع، والماندبلر نازل لي جوا. بالنسبه للاوفثالميك احنا نذكرهم ذولي اصدقائنا اخذناهم محاضره السكالب اللي هم سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال. قلنا راح يطلعون من محجر العين وراح يصعدون لي فوق اللي هم ذولي نفس الصوره هاي كانت بال ما ذكر نفسه بالضبط لو لا بس هي نفس الفكره اللي موجوده بالمحاضره مال السكالب. اللي بالوسط موجود السوبرا تروكلير
واللي بصفه السوبرا اوربيتال، اللي هم ذول راح يطلعون من يم محجر عين وراح يصعدون للسكالب. فهاي ايش راح تعطي؟ سنسوري انرفيشن، يعني ايش راح تغذي بالاحساس؟ راح تغذي السكالب، سوري الفورهيد، الجبهه، وبنفس الوقت راح تغذي السكالب. وراح ناخذ فتشي لا خمين بالنسبه للابر ايليد، الجفن الفوق همين راح تغذي، بس راح نقسم ابر ايليد الى ميديو ووسط وميدل ولاترال. هسه راح نشوف بالضبط كل واحد شنو راح يغذي. ذني اثنين، هسه احنا شنو بدنا نسوي؟ بدنا نشرح الاوفثالميك برانش مالته. فذني الاثنين هما من اوفثالميك برانش مال تريجمنال نيرف اللي هو الاخبر. ثالث واحد اللي هو الاكسترنال نيزل، هذا بدنا نشوفه هنا، هذا الطالع لي برا ورايح للنوز اللي سميناه هو الاكسترنال نيزل، اخذناه بالمحاضره مال نوز انه هو يغذي الاكسترنال نوز. دائما احنا نسمع الانفرا تروكلير والسوبرا تروكلير. لما نقول بالبدايه الانفرا اوربيتال والسوبرا اوربيتال، اقصد هاي الفرامنا اللي هنا، السوبرا اوربيتال فرامن والانفرا اوربيتال فرامن. فالعصب اذا ده يطلع من هاي الفرامنا اللي فوق العين سميناه انفرا سوري سوبرا اوربيتال فرامن، سوبرا اوربيتال نيرف. اذا ده يطلع من الانفرا اوربيتال فرامن سميناه الانفرا اوربيتال نيرف. فهي واضحه. زين بالنسبه للتروكليير، اكو عندي اني سوبرا تروكليير نيرف اللي هو هذا، عندي انفرا تروكليير نيرف اللي هو هذا. التروكليا هي هاي راح ناخذها بالمحاضره مال اللي هي رقم 2 اللي بعدني ما منزلها بالاوربت، اللي هي هاي عباره عن مثل العتله، راح تجي وحده من عضلات مال العين راح تلوف داير من دايرها. فهذا بروز هنا اللي هو مصنوع من كارتلج، هذا اسمه تروكليا. فاذا كان النيرف فوقه اللي هو هذا سميناه سوبرا تروكليير نيرف اللي هو راح يصعد لي فوق، والنيرف الجوا سميناه انفرا تروكليير نيرف. بالنسبه للاوربت عرفناها انه سوبرا اوربيتال انفرا اوربيتال. بس الشغله اللي لازم يعني خليت لكم هذا السلايد على مود انه ما تخربطون بها ابد بالتعداد وذني الامور، انه ذني كلهن تشوفون لونتهن اخضر، السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكليير والانفرا تروكليير. يعني جماعه التروكليير دول اثنيناتهم جايين من اوفثالميك نيرف، من اوفثالميك ديفيجن اوف ذا تريجمنال نيرف، مو ماكسيلري، اوفثالميك. ذكروا انه لونه اخضر. زين سوري. هسه عرفنا اخذنا البرانشات مال اوفثالميك، في مراجعه سريعه لها قلنا السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكلير والانفرا تروكلير والاكسترنال نيزل اللي هو هذا رايح للخشم. بالبرتقالي اللي هو الماكسيلاري عندنا ثلاث برانشات، زيجوماتيكو تمبرو وزيجوماتيكو فيشو والانفرا اوربيتو. طبعا زيجوماتيكو تمبرو احنا نذكره من المحاضرة مال السكالب اللي كان هنا، نفسه هو يغذي جزء من السكالب ويغذي هاي التمبرو ريجن. فهذا بدأ يصير فاميليار علينا هاي الاسماء، راح ناخذ طبعا كل واحد بيهم. بس لاحظوا انه زيجوماتيكو تمبرو هو طالع من يم الزايجوماتيك ارتش اللي هي هاي العظمايه اللي هنا، وصاعد لي فوق للتمبرال ريجن اللي هي هاي الخسفه هاي كلها اللي سميناها تمبرال ريجن. فهو سميناه زايجوماتيكو تمبرال، زايجوماتيكو لان طالع من يم الزايجوماتيك بون، وتمبرال لانه صاعد للتمبرال ريجن. زايجوماتيكو فيشو هو اصغر من عده اللي راح يغذي لي خد هنا، هذا طالع من هنا من فرامن بالزيجوماتيك ارتش او زيجوماتيك بون، ونيجي هنا يغذي الخد. زين بعد شنو عندنا؟ عندنا الانفرا اوربيتال نيرف اللي قلت لكم انه هذا ديروا بالكم عليه. انفرا اوربيتال هذا جاي من الماكسيلاري برانش اللي هو راح يطلع من الانفرا اوربيتال فورامن. فذولي ثلاثه سهلات، زيجوماتيكو تمبرو، زيجوماتيكو فيشو، وانفرا اوربيتال، ذولي هم مال ماكسيلاري. بالنسبه لاخير واحد، اخير برانش اللي هو المانديبولر، همين راح ناخذ الثلاثه. اول شيء اكو عندنا، خلينا نبدا من الاسفل، اللي هو منتال نيرف اللي هو هذا راح يطلع من هنا، عباره عن امتداد مال نيرف راح ناخذه بعدين، اللي هو انفيرير اليفيولر اللي راح يطب هنا بالماندبل بالفك الاسفل، وبالاخير راح يطلع من العظم هنا من المنتال فورامن راح يطلع، فسميناه المنتال نيرف.
اللي راح يغذي الشفة السفلى والحنج هنا، وعندنا البكل نيرف راح يغذي خد، وعندنا واحد أول ما طلع البرانش، أول ما طلع الماندبلر برانش الطفرق صعد هيك لي فوق، سميناه أوريكولو تيمبرو، اللي هو هذا همين أخذناه بالمحاضرة مال سكالب، اللي قلنا هذا أوريكولو تيمبرو يعني دي يغذي الجزء من الإذان اللي موجود هنا الإذان، ودي يغذي همين التيمبرو ريجن. فساي أنا كل هذا دا أحكي إيش بس كتبسيط للموضوع قبل لا نبدي نقرأ، لأن هذا حكي كل اللي أنا حكيته راح نقرأه. هاي الصورة كلش كلش حلوة، فحطيت لكم إياها هنا. تبين إنه كل برانش من الترايجمينال نيرف شنو دا يغذي، يعني هاي المنطقة الخضراء اللي هنا اللي إحنا دا نحس بيها، عندنا إحساس بهاي المنطقة الخضراء بسبب الأوفثالميك أوفثالميك نيرف أو أوفثالميك برانش مال ترايجمينال نيرف. فلما نبوا هنا لما يجينا سؤال إنه الأوفثالميك نيرف شنو دا يغذي بالإحساس، رأسا نبوا الخشم نوز، دا يغذي الأبر آيلد الجفن الأعلى، دي يغذي الفورهيد كلها، ودي يغذي جزء من السكالب إلى حد الفيرتكس قلنا بوقتها لما قرينا بالمحاضرة مع السكالب. الماكزيلاري نيرف شنو دي يغذي؟ دي يغذي جزء من النوز، دي يغذي الأبر ليب، دي يغذي الخد، ودي يغذي جزء من التمبرال ريجن اللي قلنا هذا زيجوماتيكو تمبرال دي يغذي. الماندبلر ايش دي يغذي؟ دي يغذي اللور ليب، التشين، جزء من الخد، ودي يصعد دي يغذي جزء من الإذان من الأوريكولو تمبرو، ودي يغذي التمبرو ريجن همين. فسا ما طول افتهمنا نبذة مختصرة عن الترايجمينال نيرف وشنو دي يغذي كل فرع من فروعه اللي هو الأوفثالميك والماكسيلاري والماندبلر. راح نجي نقرأ كل واحد من عندهم، راح تشوفون انه حكي مالتهم هسه صار يعني خلينا نقول فد 80% منه احنا حكيناه اساسا، فراح تشوفوه سهل. اول واحد قلنا الاوفثالميك نيرف، ذا اوفثالميك نيرف سبلايز ذا سكن اوف ذا فورهيد، الجبين عرفناها فورهيد، الابر ايليد همين شفناها بالصوره، كونجنكتيفا اند ذا سايد اوف ذا نوز داون تو ذا داون تو اند انكلودينج ذا تيب، اللي راح يعطينا 5 branches. طبعا ذني كلها شفناها بالصورة شلون انه دي يغذيها. ال 5 branches مالته شنو؟ اول واحد هذا اول واحد هو الوحيد اللي ما قلنا، اللي هو lacrimal nerve supplies the skin and conjunctiva of the lateral part of the upper eyelid. خلينا نشوف موجود بالصورة، مفروض هو من هنا طالع، راح يغذي هذا هاي الجهة اللي هي lateral part مال conjunctiva والupper eyelid مال جفن الفوق. أعتقد هو هذا، لا لا مو هذا، ما أعرف إيش شو ما موجود. أوكي غلس عليه ما يخالف المشكلة. برانشات طبعا البقية اللي هسه راح ناخذها عم أغششكم، أنا أوريدي قايل لكم إياها اللي هي supra orbital supratrochlear infratrochlear external nasal بالنسبة للأوفثالميك. بس اللاكريمال لازم نفرق انه هذا دا يغذي lateral part مال upper eyelid. السوبراوربيتال اللي هو طالع من السوبراوربيتال فرامن winds around the upper margin of the orbit at the supraorbital notch. It divides into branches that supply the skin and conjunctiva of the central part of the upper eyelid. يعني هم راح يغذي الجفن الأعلى بس راح يغذي central part مالته، يعني الوسط مال الجفن الأعلى الجزء الوسطي. And also supplies the skin of the forehead. Forehead نعرفه، ومو بس forehead هم من السكالب راح يصعد لها، بس احنا ما لنا علاقة بالسكالب بس لأنه محاضرتنا مال فيس. supratrochlear اللي هذا هم صاحبنا اللي كان يصعد للسكالب، وهنا هم قايلين للسكالب، هنا شنو قايلين؟ قايلين medial part of the upper eyelid و lower part of the forehead. الانفراتروكلير نيرف اللي قلنا هذا اللي صاير جوه التروكليا،
leaves the orbit below the pulley of the superior oblique muscle. Pulley هي هاي التروكلي اللي أشرت لكم عليه. نانا سماها pulley. هاي البولي اللي قلنا هي عتلة راح تلوف دائرة مدارها عضلة, هي هاي العضلة اللي هي superior oblique muscle SO. It supplies the skin and conjunctiva on the medial part of the upper eyelid and the adjoining part of the side of the nose. هذا الانفراتروكليا راح يطلع لي قدام, راح يغذي خشم همين وراح يغذي medial part مع upper eyelid. فصار الأبر آيلد عندنا أربع أعصاب تتغذي. الجزء اللاترال مالته يعني الصفح يغذي اللاكرمال, السوبرا أوربيتال يغذي الجزء الوسطي اللي بيه السنترال, الميديال بارت اللي صار يم الخشم يعني يم الميد لاين يغذي السوبرا تروكلير والإنفرا تروكلير. اثنيناتهم جماعة التروكلير تتغذي ميديال بارت مع أبر آيلد. بس إن نذكره سوبرا تروكلير كان يصعد لي فوق فيغذي لي فورهيد lower part of the forehead. Infratrochlear لا كان يطلع لي قدام وينزل لي جوا فدي يغذي لي الجزء من النوز. أخير واحد وخامس واحد من الأوفثالميك اللي هو الإكسترنال نيزل, اللي من اسمه إكسترنال نيزل فدي يغذي الخشم. leaves the nose by emerging between the nasal bone and the upper nasal cartilage. يعني راح يطلع ما بين النيزل بون, العظم مال النيزل بون اللي شفناه احنا بالمحاضرة مال النوز والكارتلج. it supplies the skin on the side of the nose down as far as the tip. وهذا اللي راح يغذي لي الخشم. زين فساي شفناها انه هذا اللي راح يغذي لي خشم سميناه external nasal. اكو عندنا السوبرا اوربيتال, سوبرا تروكلير, انفرا تروكلير ولاكرمال. هذا اللاكرمال هاي كنت ادور عليه اللي طالع صفح, تشوفون شلون هنا اللاترال يعني بعيد عن الميد لاين ودي يغذي اللاترال بارت اوف ذا ايليد. زين بالنسبه للماكسيلري, ذا ماكسيلري نيرف سبلايز ذا سكن اون ذا بوستيريور بارت اوف ذا سايد اوف ذا نوز, ذا لوور ايليد, ذا تشيك, ذا ابر ليب and the lateral side of the orbital opening. مثل ما نشوف هنا نشوف انه هو الجزء lateral part مال خشم posteriorly, ال upper lip, ال cheek, ال بعد شنو همين قال عندنا lateral side of the orbital opening. يعني هنا هاي منطقة يم الفتحة مال العين laterally هو همين دي غبي ليها. هاي مو كلش مهمة, اهم شيء احنا عندنا بالنيرفز نحفظ البرانشات واذا اكو شيء مميز بالبرانش يغذي. Three branches of the nerve pass to the skin. هسه احنا عرفناها البرانشات. هذا اللي فوق وهذا الزيجوماتيكو تمبرال صعد لي فوق, زيجوماتيكو فيشل اللي يغذي لي الخد هنا فراح نطلعهم كلهم من البداية. والانفرا اوربيتال, الانفرا اوربيتال اللي قلت لكم اللي هو هذا اللي قلت لكم هذا لازم ما تخربطوا ويا السوبرا اوربيتال. سوبرا اوربيتال كان الأوفثالميك, إنفرا أوربيتال لا هذا ماكسيلري. فالإنفرا أوربيتال نيرف اللي هو عبارة عن دايركت كونتينيويشن أوف ذا ماكسيلري نيرف. الماكسيلري نيرف اللي هو طالع هيك بعدين رأسين يطلع من إنفرا أوربيتال فورامن, فهو عبارة عن دايركت كونتينيويشن منه. سوري. it enters the orbit and appears on the face through the infraorbital foramen. يعني هو كان محجر عين لي جوا بعدين طلع, شلون اخترق الطريق مالته وطلع للوجه, طلع على مود يغذي السكن مال الوجه عن طريق infraorbital foramen. فهذا اللي سميناه infraorbital nerve, نفس اسمه foramen mater. اول ما يطلع ايش راح يسوي؟ خلنا نوخر ذني حتى لا تدوخون. it immediately divides into numerous small branches. راسا تشوفون هنا راسا صار شجره, صار هواي نيرفز رأسا على مود انه يغذي هاي المنطقة كلها بالإحساس. which radiate out from the foramen and supply the skin of the lower eyelid, cheek, side of the nose و upper lip. تشوفون هنا بالصورة, هاي الصورة كلش حلوة قلت لكم هاي عظيمة هاي الصورة. رأسا هذا هنا طلع من هذا الانفرا اوربيتال فورامن, صعد لي فوق غذى لي اللور eyelid, طلع لي قدام غذى لي النوز, نزل لي جوا غذى لي upper lip, وبنفس الوقت هو أساساً بالcheek, هو أساساً بالخد.
عندنا زايجوماتيك وفيشل اللي هو هذا مو اللي صعد لي فوق. اللي صعد لي فوق زايجوماتيك وتمبرال، صعد للتمبرال ريجن. هذا لا، زايجوماتيك وفيشل اللي هو صغيرون. passes onto the face through a small foramen on the lateral side of the zygomatic bone. هذا هم طالع من فورامن، بس راح تكون صغيرونه وباللاترال سايد، صفح من الوجه. It supplies the skin over the prominence of the cheek. هذا صغير راح يعطيني بس بالخد، مو مثل الانفراوربيتال اللي هو كبير. طبعا الانفراوربيتال هم راح ناخذه بالسيرجري ما صف ثالث، لانه هذا مرات في بعض الحالات نضطر انه نخدره، يعني هذا نوصل لابره تقريبا لهنا على مود انه نعطي تخدير للاسنان، على مود انه يطب لي جوا يعني بالانفرا اوربيتال فورامن. هذا محلول مال بنج، بس ما اريد ادوخكم هاي المعلومه. It supplies the skin over the prominence of the cheek. يعني هذا البروز مال خد، هاي العظمه مال خد، هو هاي اللي يعطيها السنسيشن. أخير واحد اللي هو زيجوماتيكو تمبرو اللي هو هذا الصاعد لي فوق هنا، emerges in the temporal fossa through a small foramen on the posterior surface of the zygomatic bone. مو كلش مهم. It supplies the skin over the temple. أهم شيء هذا من اسمه زيجوماتيكو تمبرو، معناته هو صعد لمنطقة ما التمبل اللي هي هاي هنا. أخير برانش أدنى اللي هو الماندبلر، اللي هو هذا تشوفوه بالأصفر اللي ممتد هاي المنطقة كلها. The mandibular nerve supplies the skin of the lower lip, the lower part of the face, the temporal region. طبعاً هنا الطلاب مو كلش يفتهموها، لا يعني بس هاي الصورة توضحها. أرجع أمدح بالصورة أقول هاي الصورة كلش حلوة، إنه شلون هو دي يغذي لي lower lip ودي يغذي لي الحنج وبنفس الوقت دي يغذي لي temporal. ما يحسب البرانشات مالته. احنا اخذنا البرانشات وهسه راح نرجع نعيدها. قلنا انه الاوريكولو تمبرال برانش اللي دا يغذيني من اسمه اوريكولو يعني الاذان، تمبرال يعني صاعد للتمبو، فاوريكولو تمبرال دا يغذي لي هاي المنطقه. البكل دا يغذي لي خد، والمنتل دا يغذي لي اللور ليب، دا يغذي لي التشن. هسه راح نجي نقراها. It then passes upward to the side of the scalp. تشوفون شلون صعد لي فوق بصف السكالب. Three branches of the nerves pass to the skin. اللي هي أول واحد اللي هو اللي جوا المنتل نيرف، emerges from the mental foramen. فورامن على اسمه اللي هي هاي of the mandible and supplies the skin of the lower lip and chin. هذا راح يكون هو اللي جوا، راح يغذي لي الشفة السفلى، راح يغذي لي chin. شوف العليا ياهو اللي يغذيها، لا تنسون انفرا اوربيتال. البكل اللي هو هذا هنا صاير emerges from beneath the anterior border of the masseter muscle and supplies the skin over a small area of the cheek. راح يعطيني بس شويه منطقه صغيرونه بالخد. مين راح يطلع؟ راح يطلع من قدام المسيتر muscle اللي هي يعني عضله مال ماستيكيشن رئيسيه. ما راح ناخذها باي محاضره، بس هي صايره هنا موقع مالتها، فراح يطلع من قدامها اللي هو من هنا طالع بالضبط. فتخيلوا العضله صايره هيك هنا، هو طالع من قدام. اخير واحد واكبر واحد اللي هو الاوريكولو تمبرو. ارجع اقول اوريكول يعني الاذان، تشوفون هنا جزء من الاذان صايره اصفر، وتمبرو اللي هي هاي المنطقه هنا أنا. Ascends from the upper border of the parotid gland between the superficial temporal vessels and the auricle. منها أنا طالع عندي superficial temporal artery vein، ومنها الإذان هو بيناتهم راح يكون، ما بين superficial temporal vessels يعني أوعية الدموية وما بين الإذان راح تكون خلفه، وراح يطلع من فوق parotid gland. ورا شوية راح أراويكم صورة parotid gland، وراح يصعد لي فوق للتمبو. It supplies the skin of the auricle. تشوفون هنا جزء من الإذان دي يغذيها. The external auditory meatus قناة السمعية الخارجية. The outer surface of the tympanic membrane and the skin of the scalp above the auricle. هاي منطقة مال السكالب اللي فوق الأوركل هم دي يغذي ليها. فدني مهمات حفظوها. ثواني. زين، هسه كملنا السنسوري انرفيشن مال الفيس، عرفنا انه الاحساس
مع الوجه يا أعصاب هي اللي تغذي. نجي أسر الدم، فراح ندي الارتيريو سبلاي بالارتيريز اللي راح تغذي الوجه ياهي. The face receives a rich blood supply from two main vessels اللي هو الفيشل artery والسوبرفيشل temporal artery اللي هو نشوفه هنا بهاي الصورة. الفيشل artery اللي هو جاي من جوا وصاعد لي فوق، راح يعطينا برانشات اللي راح نعدد هنا هسه برانشات أربعة مالته. وعندنا السوبرفيشل temporal artery اللي هو هذا صاعد لي فوق ومطينا برانش هنا اللي نسميه transversal. فذني اثنين رئيسيات اللي هو facial وsuperficial temporal which are supplemented by several small arteries that accompany the sensory nerves of the face. أكو همين أدنى بعد يعني كم واحد ثانويات، بس الرئيسيات هي facial وsuperficial temporal. فرح نبدأ facial artery. نقول arises from the external carotid artery، جاي من الكاروتيد خارجي، having arched upward and over the submandibular salivary gland. يعني هو بالبداية راح يكون داخلي من الداخل، راح يصعد لي فوق شويونة لي فوق الدائر مدار يعني يم submandibular salivary gland اللي هي قاعدة هنا، راح ناخذها بعدين بغير محاضرات. وبعدين راح يرجع ينزل ويسوي لوفة دائر مدار inferior border of the mandible. يعني وصعد هيك شوية لي جوا بالداخل، بعدين راح يرجع ينزل يلوف ويصعد. فهاي اللوب كلش مهمة مالته، وهاي تجي بالامتحانات، لأنه هو أول ما صعد upward وصل فوق submandibular cerebral gland it curves around the inferior margin of the body of the mandible. راح يلوف داير مداير حافة السفلى مال mandible مال body of the mandible at the anterior border of the masseter muscle. من قدام المسيتر مصل قلنا موقعها هنا المسيتر مصل، فهسه صارت عندنا شغلتين صارت قدام المسيتر مصل. اول شيء البكل برانش مال ماندبلر مال ترايجمينو، وهسه الفيشل ارتري. الشغله المهمه كلش كلينيكلي هنا it is here that the pulse can be easily felt. يعني كهواي ناس انا همين ما اعرف ليش عندي خلل بدني سوالف ما أقدر إنه أحس البولس مالتي هنا، بس كواي ناس يقدرون إنه يخلون أصابعهم هنا يحسون بالبولس، يعني بالضبط هاي المنطقة يحسون بالبولس مالتهم، يعني يقدرون يحسون دقات القلب مالتهم لأن هذا artery مهم. It runs upward in a tortuous course towards the angle of the mouth. يعني راح تظل تصعد لي فوق بس بطريق متعرج، يعني باتجاه ال angle of the mouth اللي هو هنا. And discovered by the platysma and the risorius muscles. طبعا هنا نخلي بالنا انه الارتري يكون ديب، يعني فوقه راح تجي muscles وذني امور راح تغطي، تمام؟ فهو راح يكون يعني بطريقه كواي muscles، بس هي كل muscles راح تكون فوقه وراح يكون مغطى بيها. هنا ايش قلنا؟ قلنا covered by the platysma and the risorius muscle. It then ascends, يعني راح يظل يصعد deep to the zygomaticus muscles and the levator labii superioris muscle. تشوفون شلون انه دائما دا يكون deep إلها. هنا قلنا covered by the platysma or risorius. هنا قلنا deep لل zygomaticus muscle and levator labii superioris. بس هو كل أحوال يعني ما طول هو artery فأكيد هو راح يكون deep. دني أمور كلها راح تكون فوقها، يعني راح تكون superficial إلا هاي الأمور كلها. And runs along the side of the nose to the medial angle of the eye. راح يظل يصعد من يم الحافة مع الحلق along the side of the nose إلى حد ما يوصل لهنا medial margin of the eye where it anastomoses with the terminal branch of the ophthalmic artery. هاي طبعا كلش مهمة إنه هنا راح يوصل للophthalmic artery، بعدين راح نشوف بالفينز أكثر بعد مهمة، هسه راح نشوفها ليش. قبلها راح ناخذ البرانشات أربعة رئيسية مال facial artery اللي هي كلش سهلة وكلش سهلة حفظ مالتها. أول واحد اللي هو submental artery arises من facial artery at the lower border of the body of the mandible. Submental اللي هو هذا باللور بوردر، يعني بعده هو هسته وده يبدي يصعد على المانديبل،
طلع من عنده برانش اللي هو سب منتل برانش، يعني غدي هاي منطقة نانا اللي هاي جوا الحنج. supplies the skin of the chin and the lower lip. راح يطيل الشين واللور ليب. طبعا هنا هي اكو اثنين، اكو سب منتو ومنتو، بس هو جامع لكم اياها بمعتبرها برانش واحد، فهو دي يحكي عن هذا وهذا، سماها اثنيناتن سب منتو، فراح تطيل الشين وراح تطيل للور ليب. اللي ورا كلش سهل، اللي هو الانفيرير ليبيو ارتري، اللي راح يطيل هذا اللي تشوفوه هنا، راح يطيل الشفة السفلى. rises near the angle of the mouth، مثل ما تشوفون بالصورة يم الانجل. it runs medially in the lower lip and anastomosis with the fellow of the opposite side. يعني راح يضل يمشي لي قدام باتجاه midline، وراح يلتحم بصديقة اللي جاي من الصفحة الأخرى اللي هو همين facial artery inferior labial. لورا عندنا superior labial، يعني هو totally makes sense انه يطى برانش للشفة السفلى، راح يطى برانش للشفة العليا. فما شوف السفلى سميناه inferior labial والعليا superior labial. artery arises near the angle of the mouth، همين نفس الشيء. transmedially in the upper lip gives branches to the septum of and ala of the nose. هاي حسنا يعني قلناها بالمحاضرة مال nose، انه facial artery راح يطي branch the upper lip سميناه superior labial، وهذا superior labial راح يصعد من عنده branch the septum مال خشم، سميناه septal branch of the superior labial artery. فتشوفون هنا انه بدأت هسه تتجمع المعلومات. the lateral nasal اللي هو هذا الفرع الاخير مالته، اللي هو راح يطيل ال lateral part مال nose من اسمه، arises from the facial artery alongside the nose بصف خشم. it supplies the skin of the side of the and dorsum of the nose، مال السايد مال النوز. فسعدنا أربعة، السبمنتل اللي راح تطيل الحنج وشفة السفلى، inferior labial، superior labial، ونوز اللي هو lateral nasal. فيعني حنج وشفة سفلى وشفة عليا واللاترال nasal، كل السهل خشم. ذاك كان أول واحد اللي هو facial. ثاني واحد اللي superficial temporal artery، دا نشوفه هنا أنا. هاي الparotid gland اللي هي هاي غدة اللعابية اللي طالعة من عندها parotid duct. البروتيد داكت شو اللي هنا نقصيها؟ ليش قصيها؟ لان طبت لي جوا على مود الطب بالحلق، مثل ما قلنا انه راح تثقب الباكسينيتور. ف the superficial temporal artery اللي هو the smaller terminal branch of the external carotid اللي هو هذا الصاعد لي فوق، commences in the parotid gland. يعني بدا من البروتيد gland، من هنا وصعد. هاي parotid gland. It ascends in front of the auricle to supply the scalp. راح يصعد من قدام الإذان على مود إنه يطلي السكالب. تشوفون الرسم كلش واضحة، إنه بس واحد يقرأها على الرسم راح يفتهمها رسم. صعدت من فوق الباروتيد جلاند قدام الإذان وراح تطلي السكالب. طبعا هو راح يطلي برانش لأخ اللي هو الترانسفيرس فيشل آرتري. تشوفون هذا ترانسفيرس فيشل آرتري اللي طلع لي قدام، هو a branch of the superficial temporal artery اللي هستونا قرينا arises within the parotid gland. تشوفون همين طلع من the parotid gland، فهو انشق من عده بداخل the parotid gland. it runs forward across the cheek just above the parotid duct. راح يكون لي قدام يروح فوق الخد، يعني بالخد، وراح يكون فوق the parotid duct اللي هي، فهو طلع من the parotid gland وراح يمشي فوق الباروتيد داكت، يعني طلع من الغدة وراح يمشي فوق القناة مال الغدة. زين، احنا قلنا اكو همين ارتريز الثانوية اللي راح تغدي، اللي هي سوبرا اوربيتال سوبرا تروكليير ارتريز، اللي هم ذول الاثنين اللي اخذناهم همين اصدقائنا من محاضرة السكالب. branches of the ophthalmic artery supply the skin of the forehead اللي هي مال الفورهيد مال القصة. فصار عندنا الفيشل اللي طانا أربع فروع اللي عرفناها، السوبرفيشل تمبرال هو والبرانش مات الترانسفيرس فيشل، وعندنا ذني الاثنين اللي هم أصدقائنا سوبرا تروكليير وسوبرا أوربيتال. بالنسبة للفينوس درينج أوف ذا فيس، همين الفيشل بس راح يكون الفيشل فين اللي هو عبارة عن ذني الاثنين السوبرا تروكليير وسوبرا أوربيتال اجتمعوا
وسوى لي facial vein وبدأ ينزل ويجمع بعد همين راح يصب بي غير veins. It's formed at the medial margin of the eye by the union of the supraorbital sorry hey. It's formed by at the medial angle of the eye يعني هنا بالضبط هو هذا بدأ من هنا يعني من الميديال يم من الميدلاين بصف العين by the union of the supraorbital and supratrochlear veins. Supratrochlear اللي هو هذا والsupraorbital اللي هو هذا فاجتمعوا ذولي وسووا لي facial vein. It is connected to the superior ophthalmic vein directly through the supraorbital vein. هاي معلومة كلش مهمة إنه facial vein اللي هو هذا راح يتحد ويا supraorbital vein وراح يوصلوه للcavernous sinus. سوري هاي أنا سبقت الأحداث. By means of the superior ophthalmic vein, a superior ophthalmic, مو supraorbital, ophthalmic يعني اللي راح يغذي العين يعني الفين اللي ياخذ الدم من العين. By means of the superior ophthalmic vein, the facial vein is connected to the cavernous sinus, اللي هو قلنا هذا عبارة عن sinus اللي هو مثل cheese مع الدم متوس دم موجود يعني بالدماغ. فالمشكلة اللي هنا نصير انه خاف اذا جتي بكتيريا بالفيشل فين وهذا الفيشل فين راح يتصل ويا السوبيرير اوفثالميك فين اللي هو يتصل ويا كافيرنس ساينس فممكن هاي البكتيريا تعبر من الفيشل للسوبيرير اوفثالميك وتروح لكافيرنس طب للدماغ. فيقول لنا انه this connection is of great and clinical importance كلش مهم. ليش؟ because it provides a pathway for the spread of infection from the face to the cavernous sinus. يعني ممكن infection أو بكتيريا إذا صارت هنا أنا انجرحت بهاي المنطقة ممكن بالحاجب وطبت بكتيريا ممكن عن طريق facial vein تروح على superior ophthalmic مع العين وتطب للدماغ. The facial vein descends behind the facial artery to the lower margin of the body of the mandible. يعني هو راح يضل ينزل بصف الارتري مالته لحد ما يوصل لللور انجل مال بادي اوف ذا ماندبل. It crosses superficial to the submandibular gland and is joined by the anterior division of the retromandibular vein. The facial vein ends by draining into the internal jugular vein. هاي شرحناها احنا بوقتها بالمحاضره مال السكالب انه راح يتحد باقي الفينز مالاته وبالاخير راح يتصلون راح يسوون انترنال جاجولر اللي هو هذا الفين الرئيسي اللي موجود بالركبه. تريبيوتريز يعني شنو بعد الشغلات راح تصب بي. The facial vein receives tributaries that correspond to the branches of the facial arteries. اوكي. It is joined by the pterygoid venous plexus by the deep facial vein. يعني راح يتصل بهاي البلكسس هاي راح ناخذها يعني ما اريد اتطرق لها هسه لانه راح ناخذها بغير محاضرات بس هاي البلكسس مال فينز راح يتصل بها عن طريق الديب فيشل هي موجوده اساسا ديب هاي الترجويد فينوس بلكسس فتوني ميك سنس انه الفين اللي راح يوصل بيها اسمه فتشي ديب فيشل فين. فاذا جتكم ام سي كيو ما طول هي ديب ترجويد فينوس بلكسس فالديب فيشل فين هو اللي راح يوصل بيها. وهستونا قلنا انه راح يتصل همين بكافيرنس ساينس عن طريق السوبيرير اوفثالميك فين. اكو هنا هسه معلومه مهمه هاي ممكن انها تجي ام سي كيو. The transverse facial vein joins the superficial temporal vein within the parotid gland. هاي تجي انه وين الاتحاد مالتهم فوق البروتيد جوا البروتيد يم المسيتر اللي هو خلينا نشوفه هنا بالرسم هذا الترانسفيرس فيشل اللي طالع لي قدام اللي هم قلنا قبل شوي transverse facial artery اللي تمين كان طالع لي قدام وهذا superficial temporal vein. فذول الاثنين راح يتحدون وين راح يتحدون داخل الغدة مثل ما تشوفون هاي الغدة هنا فبداخل الغدة راح يتحدون. يعني معلومة بسيطة. اللنف درينج هسه احنا كملنا sensory عن طريق الترايجمينو وفروع مات وكملنا الارتريز وكملنا الفينز بقى اللنف. Lymph from the forehead and the anterior part of the face
drains into the submandibular lymph nodes من القصة, والانتيرير بارت مال الفيس راح تنزل هيك بهذا الطريق لحد ما توصل لهنا اللي هي submandibular lymph nodes. A few buccal lymph nodes may be present along the course of these lymph vessels. يعني ممكن انه بالطريق شلون مثلا دني, هسه دني هاي الدعابة السود هاي عبارة عن buccal lymph nodes, فهي يقول لنا انه ممكن تكون اكو lymph nodes موجودة هنا, فراح ينزل الليمف من القصة لحد ما يوصل لهنا للسبماندبلر lymph nodes. The lateral part of the face, lateral اللي هو هذا اللي نشوفه قدامنا اللي هو الجهة مع الإذان, including the lateral parts of the eyelids, يعني حتى هاي الجهة lateral من eyelids, is drained by lymph vessels that end in the parotid lymph nodes. اللي نشوفها هاي هنا parotid lymph nodes اللي هي صايرة باللاترال. فإذا جت MCQ نتذكرها انه هي ما طول اللاترال بارت, فراح تصب الباروتيد لان الباروتيد هو صاير قدام الاذان, يعني هم اللاترال بارت اوف ذا فيس. اهم شيء هي هاي ثالث وحده, the central parts of the lower lip and the skin of the chin are drained into the submental lymph nodes. السنترال بارت الجهه الوسطيه بالضبط مال اللور ليب والحنج راح تصب هنا بالسبمنتال, مو بالسبمانديبولر, لا السبماندبلر الرئيسية اللي راح تصب بها هواية أكو أجزاء راح تصب بالسبماندبلر. السبمنتل بس الجزء شوية صغير من اللور ليب والحنج راح يصب بالسبمنتل, واللاترال بارت كله مثل ما قلنا راح يصب بالباروتيد لينف نودز. بس احنا من بداية المحاضرة أخذنا المسلز وقلنا انه المسلز ذني اللي راح تعطيها إعازات انه شو وقت تتقلص وشو وقت لا, يعني موتور سبلاي هو الفيشل نيرف. فس راح نحكي على facial nerve اللي هو العصب السابع, seventh cranial nerve. As the facial nerve runs forward within the substance of the parotid salivary gland, it divides into its five terminal branches. الفيشل nerve راح يطلع من هنا من يم القناة السمعية, راح ينزل لي جوا وبعدين راح يبدي يتقدم لي قدام وراح يبدي ينقسم. هاي هسه راح نشوفها السلايد مو اللي بعده, أعتقد اللي بعده. The motor fibers of the facial nerve provide innervation to the muscles of facial expression. يعني شنو العضلات اللي راح يغذيها؟ Muscles of facial expression اللي حكيناها بالبداية كلها. The occipital and auricular muscles. Occipital هنا قصدي يعني الاوكسيبيتو فرونتاليس اللي حكيناها بالمحاضرة مال السكالب, وهم قلنا الفيشال نيرف راح يغذيها. The auricular muscle اللي هي العضلات الموجودة بداخل الإذان. البلاتيزما مع الرقبة, posterior belly of digastric راح ناخذها بعدين, والستايلويد ستايلوهايويد muscle هم راح ناخذها بعدين. فذني العضلات كلها راح يعطيها motor supply هو facial nerve. فهسه أريدكم كلش تركزون وياي لأنه facial nerve مهم, خاصة البرانشز مالته كلش كلش مهمة وهواية تجي بامتحانات. يعني أتذكر حتى إحنا بالامتحان مالتنا مال ميد هم جابونا سؤال أساي على الفيشل نيرف لما كنت صف ثاني. In addition it supplies ذني راح يعطيها موتور سبلاي, بس إحنا ندري إنه الفيشل نيرف هو ميكست, هو مو بس موتور سبلاي, حتى راح يعطي سنسيشن. فشنو راح يعطي؟ In addition it supplies fibers for the deep sensitivity of the face and for taste to the anterior two-thirds of the tongue and the palate. هاي ما tastes راح نشرح عنها بالأورو كافيتي, بس أول ثلثين من اللسان يعني الإحساس بالطعام مالتنا التذوق هو بسبب partly يعني جزء منه بسبب الفيشل nerve. The facial nerve also transmits preganglionic visceral efferent fibers to the lacrimal gland, sublingual and submandibular glands. يعني ذني الغدد كلها اللي هي الغدد الدمعية والغدد الماينر سليفري جلاندز السبلينجول سبماندبلر, ذني كلها دي يغديها الفيشل نيرف ما عدا طبعا الباروتيد. هنا أنا ما قال الباروتيد اللي هي راح يطب بيها أساسا يعني النيرف, هسه راح نشوفها, بس هاي ما يغديها, راح يغدي كل الغدد اللعابية والغدد الدمعية ما عداها, فهاي كلها راح يعطيها الفيشل نيرف. The facial nerve, after exiting the stylomastoid foramen, اللي هي هاي
بالضبط هاي ستايلوماستويد فورامن. من هنا راح يطلع اللي هي ليش سموها ستايلوماستويد اساسا. الستايلويد اللي هو هذا البروز العظمي المنبل هيك على بالك مثل الجبل، هذا الستايلويد اللي وراء هذا البروز المدور هذا الماستويد. فهي ما طول الفرامن صايره ما بين الستايلويد والماستويد سموها ستايلوماستويد فورامن اللي هي صايره خلف الستايلويد. فسده يقول لنا which is situated posterior laterally to the styloid process، يعني خلفه ولاترال هم شويه له. فهاي ده نشوفها هنا انه شلون صار هي posterior له. The nerve enters the substance of the parotid gland where it divides into the its upper and lower division just posterior to the mandible. نشوف الصوره هاي اللي بعدها، نشوف انه شلون النيرف بعدين سوى اول ما طلع راسا طب بداخل البروتيد جلاند. هاي البروتيد جلاند طب بيها. بس نرجع وين بالضبط صار الانقسام مالته لما دخل وانقسم الى شو اسمه when it divides into the upper and lower divisions انقسم just posterior to the mandible. تشوفون هنا بالضبط قبل الماندبل بالضبط بصير الى انقسم الى قسمين الابر واللور. ال ما سموها الابر واللور شو سموها divides into اي upper lower تمام اوكي. ويعني اذروني لان هسه الساعه بالاربع الفجر وانا بدي اسجل المحاضره فيعني شويه منتهي. The approximate distance from the lowest point of the external bony auditory meatus to the bifurcation of the facial nerve is 2.3 centimeters. يعني هاي المسافة ما بين انه هو من طلع من هنا الى حد ما انقسم هنا الى upper ولور هي 2.3 centimeters. Posterior to the parotid gland, the nerve is at least 2 centimeters deep into the skin surface. يعني هنا قبل يعني posterior للجلاند هاي النيرف راح يكون deep للسكن. ايش قد بالضبط deep؟ سنتيمين ديب. يعني هنا فوق هاي المنطقة اللي هنا صايرة اكو 2 سنتيمترز of skin. From this point the two branches curve around the posterior mandible where they form a plexus between the parotid gland and the masseter muscle. هسه راح نشوف هاي اهم شي بالفيشل نيرف اللي هي الافرع مالته اللي هي لما دخل طبعا الفيشل نيرف قلنا هو طلع من القناة السمعية ودخل البروتيد جلاند وانقسم الى ابر ولور وبعدين بدا يتقسم. راح يتقسم الى خمس برانشات اللي فوق صاعد اللي هو بالاخضر التمبرال اللي طالع لي قدام الزايجوماتيك، طالع لي قدام همين بس الجوا هو الباكل برانش، اللي نازل شوية لي جوا هو المارجينال مانديبولر، واللي جوه هو السيرفايكل هذا كلش نازل رايح للرقبة فهذا ليش سميناه الماندبلر. أهم شغلة أهم ملاحظة هنا أنه هذا اسمه مارجينال ماندبلر برانش. ليش سميناه مارجينال؟ حتى نفرق ما بين ماندبلر برانش مع الترايجمينال نيرف، لأن قلنا ترايجمينال أبو الإحساس هاي مو غنية يمكن سمعيش أوكي نغلس كان الأوفثالميك والماكزيلاري والماندبلر. هنا سميناه مارجينو ماندبلر حتى نفرقه من الماندبلر برانش مع الترايجمينال نيرف. The facial nerve is the nerve of the second pharyngeal arch and supplies all the muscles of facial expression. هذا هم من جاينا من second pharyngeal arch أو يغذي الشغلات مع second pharyngeal arch اللي هي قلنا إنه muscles مع facial expression هي من second pharyngeal arch، يعني بالتكوين الجنيني جاية من الحلقة الثانية. It does not supply the skin but its branches communicate with the branches of the trigeminal nerve. يعني هو ما راح يغذي السكن directly وراح يغذي عضلات، ما راح يغذي السكن، بس مرات تصير اتحادات ما بينه وما بين الترايجمينال نيرف بحيث إنه يوصل للسكن. فساريتكم انه تذكرون وياي تحفظون وياي هسه the branches of facial artery sorry my facial nerve اللي هو temporal branch zygomatic طالع لي قدام البكل والمارجينال مانديبولر والسيرفايكل.
فاللي فوق temporal اللي قدام طلعت ثلاثة zygomatic وباكو ومارجن ومانديبلر واللي جوا cervical. The terminal branches of the facial nerve then spread in a fan-like fashion. هاي كلش كلش مهمة هاي المصطلح fan-like, يعني مثل المهفة هاي مالتنا نهفي بيها, أو الصينيين ذول اللي يهفون بيها اللي اخترعوها, أو يسموها مثل رجل البطة اللي راح تكون هي خمس برانشات. فممكن نخلي إيدنا هنا وكل إصبع راح يمثل فرع into five separate nerves. أول واحد اللي قلنا راح يصعد لي فوق اللي هو temporal emerges from the upper border of the gland. نشوف هنا بالصورة شلون طالع من upper border, صعد لي فوق وطالع من الحافة العليا, مو مثل zygomatic والبكل طالعات لا من anterior border من قدام, هذا من upper وصاعد. supplies the anterior and superior auricular muscles, يعني راح يروح للauricular muscles الإذان. The frontal belly of the occipitofrontalis, لأنه هو صاعد هنا رايح للفرونتاليس, هاي دي يسميها الفرونتال بالي مع الأوكسيبيتوفرونتاليس, فصارت إذان والجبين أو القصة. والأوربيكيلاريس أوكيلي والكوريجيترز سوبرسيلي. أهم شيء هنا نركز على الأوربيكيلاريس أوكيلي اللي هي هاي العضلة الدائرية مع العين اللي قلنا عليها, لأنه هو راح يغذيها, وبنفس الوقت الزيجوماتيك برانش هم راح يغذي لي أوربيكيلاريس أوكيلي, فذني اثنيناتين أول واحد وثاني واحد راح يغذي هاي عضلة مال العين. فالزيجوماتيك برانش emerges from the anterior border of the gland وراح يعطيني تغذية لأوربيكيلاريس أوكيلي. فننتبه إنه temporal كان من ال upper border, الزيجوماتيك من ال anterior, وبنفس الوقت البكل هم من ال anterior border of the gland below the parotid duct. تنشوف هنا بالرسم, هذا الرسم هم كلش حلو طبعا, راح يطلع البكل جوا البروتيد دكت. هاي بروتيد دكت بالضبط دا ماشي عليه البوينتر, هو راح يكون جوا بس هم طالع من الانتيرير بوردر. سبلايز البكسينيتر مسل, اكيد راح يطير البكسينيتر لان هو اساسا اسمه بكل, فنفس البكسينيتر يعني. and the muscles of the upper lip and nostrils, فراح يطي البوكسينيتر ويتقدم لي قدام إلى حد الأبر ليب والخشم. المارجينال مانديبولر, وهنا أنا هو نسميها مانديبولر كتبتها مثل ما هي بس المفروض مثل ما قلت لكم بالملاحظة نسميه مارجينال مانديبولر, emerges همين من anterior border of the gland وسبلايز اللور ليب. فالأبر ليب راح يطيها بكل واللور ليب راح يطيها مارجينال مانديبولر, وذني ثلاثتهم راح راح تطلع من anterior border of the gland. أخير واحد اللي هو cervical اللي هو راح ينزل للركبة, emerges of the from the lower border of the gland, مثل ما نشوف هنا نازل جوا, فبس temporal من upper والcervical من lower, and passes forward in the neck below the mandible to supply the platysma muscle. راح ينزل لي جوا راح يطي للبلاتيزما اللي هي هاي البلاتيزما اللي صايرة هاي الصفيحة مال مصل. It may cross the lower margin of the body of the mandible to supply the depressor anguli oris muscle. يعني ممكن هو مو نازل من هنا يرجع يصعد مرة لخة ويغذي لي هاي العضلة اللي راح تنزل الانجل مال الماوث اللي سميناها depressor anguli oris. وأخيرا كملنا المحاضرة مال الفيس, أتمنى تكون سهلت عليكم المحاضرة, مثل ما قلت لكم هي محاضرة معقدة وطويلة, وسوري لأنه مثل ما قلت لكم هسه الدنيا ليل وأنا شوية مريض هالفترة فمو كلش دا أقدر أركز بالمحاضرة, فأتمنى أكون ما قصرت وياكم ونشوفكم إن شاء الله على المحاضرة الجاية. مع السلامة.